أنا المواطنة من محمد الغلاييني من سكان محافظة غزة، بنقدم كل الشكر والاحترام لجمعية الACT لدعمها للمواطنين بقطاع غزة، وألف شكر وتقدير لهم. أنا إيناس غباين، سكان عطاطرة، بشكر مؤسسة سيتي لأنهم تفقدونا وفيش إشي في الدار، والله يعني يخلف عليهم، والله بقى يصيح الولد يعني فيش إشي في الدار وأبو عيان قاعد. الحمد لله انكم بتتفقدونا. انا ميزن المسحال من سكان الشمال منطقه الامريكيه، وبنشكر هذا الدعم يعني، وبارك الله فيكم يعني، كل مره بتطعموا صغار، وبنشكر الACT. بسم الله الرحمن، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا المواطنه ام داوود ابو كريش من محافظه غزه، بنشكر مؤسسة ACT على هذه الوجبة الغداء، أجت والله في وقتها، وأنا مش عاملة غدا للأولاد، فيش والله ولا حاجة، وضعنا صعب إحنا هنا بالمرة، والله يعني بالمرة وضعنا، وبنشكر أهلنا في الشعب الأندونيسي، وشكرا ACT على هذه الوجبة. أنا المواطن محمد عدنان نويجع، بحكم على الأسرة هذه في قطاع غزة، وضعنا صعب. وبنشكر مؤسسة سيتي على الغدوة اللي بعتت لنا إياها، والوضع غزة عن جد يعني، وضعنا في غزة إحنا وضعنا صعب صعب يعني.